أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، يسعدنا أن نقدم حلقة جديدة بعنوان مثير: ما الذي تقرأه دنيا باطمة والميلودي في جلسات المحكمة، أو القراءة بالقوة. فقط على سبيل المقارنة لا غير، خرجت دنيا باطمة من المحكمة بمراكش وسألتها صحفية رفقة مجموعة من الصحفيين في وقت متأخر عن أجواء المحكمة. أجابت دنيا باطمة بشكل عفوي: الله يعطيكم السلامة، لا تعليق. خرج الميلودي أثناء أزمته، يعني عبر مجموعة من الفيديوهات، بسب وشتم دون أن يعير انتباها لأحد في أوج أزمته، ودون أن ينتبه أن شعبيته تتهاوى للحضيض. وجه المقارنة هنا ليس باطمة أو الميلودي، لأنهما وجهان لعملة واحدة، ولكن وجه المقارنة هنا هو المنتج الأمريكي المخضرم هارفي وينستين. هارفي، وأقولها وأرددها، هارفي وينستين الشهير، والمتهم بتهم الاعتداء على امرأتين، ومن المحتمل أن تستمر محاكمته طيلة شهرين ابتداء من يناير 2020. المثير في الأمر والذي يدعو لهذا التتبع أن المنتج هارفي وينستين دخل إلى المحكمة وهو يحمل كتابين، الكتاب الأول بعنوان الإخوان ماكنويز الأمل انكسار القلب وكلاسيكيات هوليود، والكتاب الثاني يحمل في يديه نسخة قديمة من رواية أعمدة الأرض للروائي البريطاني والصحفي كين فوليت، والتي خرجت للأسواق عام 1989. نعود للكتاب الأول، يعني الإخوان ماكنويز الأمل وانكسار القلب وكلاسيكيات هوليود. يتحدث هذا الكتاب عن الأخوين هيرمان وجوزيف ماكنويز، من أكثر الرجال ذكاء وجاذبية ووسامة بهوليود. ابتكر أفلاما شهيرة على رأسها الفيلم الشهير المواطن كين، ثم فيلم كل شيء عن حواء، وقد نالت هذه الأفلام جوائز أوسكار وشهرة عالمية غير محدودة. لكن أحد الأخوين ذهب ضحية القمار وإدمان المخدرات، والثاني صعدت شهرته بفضل قضية اتهم فيها بإقامة علاقات جنسية مع ممثلة من هوليود، واضطرد وفصل بعد فترة من تعاطيه للمخدرات. الكتاب الثاني والذي كان يحمله الرجل هو رواية أعمدة الأرض للكاتب كين فوليت، وهي رواية مرعبة تتحدث عن الحرب وعن العنف الديني خلال القرن الثاني عشر بإنجلترا، وتمتد على أكثر من 1000 صفحة تعج بالأحداث الكثيرة التي تتشابك وتنسيك في الأحداث الأولى، كأنك تقرأ أكثر من رواية عن بناء كاتدرائية كامبريدج
واللغط حول بنائها والاختلاف حول بنائها وغرق السفينة البيضاء الحاملة لوريث العرش، بمعنى أن المنتج المخضرم يقول أن هذه المحاكمة رمزية وهي مثل الرواية، تعج بالأحداث والوقائع لا يمكن أن يتبين فيها خيوط الزيف وخيوط الحقيقة. لكن أن الكاتب والروائي كين فوليت يقول أصعب شيء أن تنطلق من أحداث تاريخية وتحولها إلى مشاهد حياتية صالحة لكل وقت وزمان. الأصعب في الأمر هو أن تنطلق من أحداث تاريخية وتحولها إلى مشاهد يعني حياتية صالحة لكل وقت. لربما أن بعض مشاهد دنيا بطمة ومعها الميلودي وقصصهما قد تصلح ذات يوم في كتابة رواية مغربية بجدارة. كيف سيطرت أزمنة الرداءة فينا؟ إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.